أكرم بأهل إلهنا الرحمن، أنعم بهم في صفوة الخلان، فالشوق يحدوهم لنيل مناهم، أسمى المنى هي خاتمة القرآن. يا حافظ القرآن بورك سيركم، سيروا بذا التتويج للإتقان، وتلمسوا في الوحي نهج حياتكم. ما أجمل المحيا مع القرآن، بورك سيركم، سيروا بذا التتويج للإتقان، وتلمسوا في الوحي نهج حياتكم. ما أجمل المحيا مع القرآن. من فاتحه للناس أعذب مورد، لشفائنا للنور للإيمان، ولحامل القرآن تاج خاصه، يرقى به لمراتب الإحسان. أعذب مورد لشفائنا للنور للإيمان، ولحامل القرآن تاج خصه، يرقى به لمراتب الإحسان. من كان للعلياء يوما طالبا، فكتاب ربي رفعة للشان، في هذه الدنيا إمام رافع وشفيع الأسماء لنيل جنان.